احنا الحمد لله وصلنا بالسلامة لمطار بنجول في دولة جامبيا. طبعا زي ما احنا شايفين المطار متواضع على قد خالص، فربنا يسهل بقى، هنشوف الدنيا تيجي ازاي ان شاء الله. طبعا هتابعوا كمان كل شوية ان شاء الله كده بالفيديوهات كده ان شاء الله. دي الجوازات المفروض قدامنا، بعد كده يصير السنة في كروت المفروض كده نملاها فيها بياناتنا. تقريبا في كروت المفروض نملاها، فعايزين نجيب الكروت دي ونملاها. نشوف اهو اهو، تعالى اهو يا، خد من الراجل اللي ماسك الكروت في ايده ده. في كروت ريجستريشن نملاها، نخش بقى على الجوازات. احنا الحمد لله وصلنا في مطار جامبيا، ودي الجوازات اهيت، وهنا استلام الشنط. زي ما انتم شايفين مطار متواضع، مطار بنجول الدولي، وهنا ويلكم تو جامبيا او ويلكم تو ذا جامبيا. ان شاء الله تبقى رحله موفقه ان شاء الله، ودايما هتابعكم بالفيديوهات. طبعا احنا تعبان بعد 24 ساعه سفر وترانزيت، فصوت الواحد باين ان هو تعبان. متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده، وسبسكرايب طبعا للمشاهدة.